أينما كنتم حياكم الله أحبتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نحو البرلمان التي نسلط الضوء فيها على مرشحي تيار الإصلاح الوطني في المحافظات العراقية كافة. اليوم يسعدنا ويشرفنا أن نتواجد في محافظة البصرة الفيحاء عاصمة العراق الاقتصادية، ونلتقي بأحد مرشحيها وهو السيد توفيق موحي الكعبي، المرشح والنائب الحالي عن تيار الإصلاح الوطني، وهو مرشح حاليا عن قائمة تحالف النصر التي تحمل الرقم 158، وهو يرشح عن هذه القائمة بالتسلسل رقم 8. أهلا ومرحبا بك سيادة النائب الحالي والمرشح الحالي. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، نورت البصرة. أنت النور حاجة. الله يخليك كل الهلا. حجينا خلينا نتعرف عليك بشكل أقرب. عرفناك نائبا في اللجنة الخدمية بالبرلمان، وعرفناك رجل أعمال، لكن خلي المشاهدين يتعرفون أكثر عن توفيق الكعبي، المسيرة الخاصة به، وأيضا متى بدأ العمل السياسي. شكرا جزيلا. حقيقة بالبداية أنه أنا كنت ساكن أحد أقضية المحافظة في قضاء القرنة. عام 1993 انتقلت إلى المركز متزوج ولدي أولادي، اثنين مهندسين والثالث كذلك مهندس بالكلية والرابع في الرابع الإعدادي والخامس في مجال العمل. الله يحفظه. الله يخليك. بكالوريوس آداب تاريخ، وإن شاء الله في مرحلة الماجستير كذلك خلال هذه الفترة إن شاء الله. ليش الولد اتجهوا على الهندسة وأنت بكالوريوس؟ أنا أحب التاريخ لأن أنا شيخ عشيرة، وهذا إلى علاقة بعملي. حقيقة أنا أحب أن أطلع على التاريخ وأعرف تاريخ العالم، تاريخ نعرف السلف كله، تعرف كل يعني العالم من خلال التاريخ. والتاريخ بالحقيقة لا شيء بدون تاريخ، لا رياضيات بدون تاريخ، لا هندسة بدون تاريخ، لا طب بدون تاريخ، كل شيء هو أصلا يرجع على التاريخ. من ليس لديه ماضي لا يمكن أن يملك الحاضر. نعم، لا يملك الحاضر فعلا. جميل، خلينا نبدأ من شيخ العشيرة. نعم، شيخ العشيرة هذا الديوان اللي احنا هسه موجودين به، استقبل به دائما، خاصة يعني بعد ما أجي من الأسبوع التشريعي في بغداد بالأسبوع الرقابي، بعد الصلاة صلاة المغرب أكون في الديوان أستقبل الناس، أسمع إلى شكاواهم مطالبهم، لأنه صعب عليهم مرات يروحون إلى المكتب أو كذا، فديوان مفتوح وأستقبلهم. هي هم جلسة عشائرية، وبنفس الوقت نستفاد من النقاش اللي غير روتيني، فأكون يعني بالزي العربي ويعني أمارس عملي بشكل طبيعي. وتكون أقرب إلى الناس. وأكون أقرب إلى الناس، وبابنا مفتوح للعالم حتى نمارس عملنا اللي كنا نعمل به قبل البرلمان. هذا جانب من جوانب الحياة الخاصة بتوفيق الكعبي اللي هو جانب العشائري، واللي نريد نحكي عليه أكثر لكن في محاور آخر أخرى من هذا البرنامج، لكن دعنا نتعرف على الجوانب الأخرى. بالنسبة لعملي أنا أعمل بالقطاع الخاص، رجل أعمال من عام 1992 زاولت العمل ومارست عملي، وكان لدينا أعمال مميزة، ومن هذه الأعمال كنت ماخذ طريق مجنون المركزي، وهذا الطريق حقيقة رغم الآليات الكثيرة اللي تمر على هذا الطريق لشركة شل، في يوم من الأيام أشاد به وزير النفط كان الدكتور شهرستاني، حسين الشهرستاني، فقال لهم أريد هذه الشركات العراقية تشتغل نفس هذا الطريق اللي مشتغلتها شركة أجنبية حتى يتعلمون هيك يشتغلون. قال له لا، هذه اشتغلتها شركة عراقية. كانت باسمي شركة توفيق موحي. فبعد ما رحت البرلمان تنازلت عن الشركة، حولتها لأولادي، وحتى اسم الشركة قلت لهم ما أريده، ما يبقى توفيق حتى لا يقال عني، وأبقى أنا أعمل للبرلمان. نعم. والجوانب الأخرى اللي هي أبرزها نائب
لدورة برلمانية 4 سنوات؟ والله الدورة البرلمانية اللي مارسنا العمل بها حقيقة كان طموحنا أنه نقدم أكثر من اللي قدمنا، لكن لعدة أسباب يعني كان هناك تلكؤ يعني في الدورة البرلمانية. أنا كان عندي هدف أن أوصل إلى تحقيق قانون حبيت أن أشرعه في البرلمان، وهو كان طموحي أنه الدولة تبحث عن شخص للوظيفة ما تحصل، بحيث تجي للمواطن يقولوا احنا نريدك تتعين، ما يلقون من خلال موضوع بسيط وهو أنه اليوم المواطن يبحث عن الوظيفة لأجل التقاعد. فأنا أوجدت بهذا القانون اللي هو اسمه قانون تقاعد القطاع الخاص أو الضمان الاجتماعي، من خلال هذا القانون إذا فعلنا المواطن عندما يحصل تقاعد هو بالقطاع الخاص ما أعتقد راح يضايق الدولة بالمطالبة بوظيفة. وهنا عالجنا موضوع مهم، الدولة اليوم فيها كم هائل من الموظف، 4 مليون موظف يعني. المشكلة لا تستطيع الدولة أن توقف التوظيف، لأنه الاستمرار بالدراسة مستمر والخريجين مستمرين حقيقة بالإنهاء دراساتهم، والدولة في حيرة. فما يعالج هذا الوضع إلا هذا القانون، وأنا متأكد إذا ما مر في هذه الدورة، احنا كملناه من خلال لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، لأن كان رئيس اللجنة السيد صادق المحنة وهو مرشح معانا كذلك في هذه الدورة من خلال تواصلي وياه باعتباره هو معاي في تيار إصلاح الوطني، وأعطيته كل هذه المعلومات وقدموها في قانون الآن في مجلس الوزراء. لو يصل إلى قبة البرلمان يتم التصويت عليه، أعتقد كثير من المواطنين اليوم ما يحتاجون الوظيفة، ليش يتوظف إذا هو يعني يحصل على راتب تقاعدي؟ الموظف المواطن اليوم يبحث عن تقاعد، وهذا باستطاعته أن يأخذ تقاعد وهو يعمل في القطاع الخاص، إن كان في السيارة، وإن كنت أنت حضرتك كإعلامي تعمل في مؤسسة إعلامية. قررنا قانون للإعلاميين أهم نفسه، هو يشمل الكل، يشمل أي شخص يعمل في أي مؤسسة في القطاع الخاص يدفع ضمان اجتماعي، وهنا الدولة راح تستفاد من مبالغ الضمان الاجتماعي، والمواطن حتى بجوانب أخرى عديدة، منها شراء خدمة يشتري خدمة، ومنها ضمان اقتصادي، ضمان صحي، كثير من الأمور موجودة في هذا القانون اللي تم يعني تقديمه كمقترح يعني. طيب وللبصرة ماذا قدمت؟ البصرة حقيقة أمور كثيرة سعينا بها جادين إلى البصرة. أولا مشروع الماء لمعالجة الماء المالح بالقرض الياباني، وإن شاء الله على وشك الانتهاء. كذلك في البصرة اليوم كثير من المواطنين اللي حاولنا أن نزجهم في الشركات النفطية، أو حصلنا لهم على قسم من الوظائف، لكن هذا حقيقة لا يكفي، لأنه البصرة اليوم بحاجة إلى تشغيل كل شبابها، باعتبار اليوم يختلفون عن باقي المحافظات. ابن البصرة اليوم يشوفه بعينه، يشوف النفط مشتعل، ويشوف الموانئ تعمل، ويشوف بحاجة إلى كذا. فإحنا إذا قصرنا في جانب معين طبعا بسبب عدم استطاعتنا على تنفيذ ما نتمنى، نأمل إن شاء الله في الدورة المقبلة أن نحقق ونكمل المسيرة لتقديم أكثر أمور إلى محافظة البصرة. كثير من الأمور بالمحافظة حقيقة سعينا جادين إلى إن شاء الله قانون تحويل المعلمين من المحافظة إلى التربية، إقرار قانون شركة النفط الوطنية، يعني هذا فد قانون مهم أصلا. كثير من الأمور يعني خلال هذه الفترة
قدمناها إلى محمد. والبترودولار أيضا صح. وكذلك البترودولار الموازنة يعني يكفي أنه لن تتأخر الموازنة، لن يتأخر التصويت حتى في بداية أول جلسة، يعني لا التصويت على رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا رئيس الوزراء لن يتأخر في هذه الدورة، كانت تختلف عن باقي الدورات. مختلفة بكل شيء هذه. يعني كانت أفضل، ونتمنى الدورة الرابعة أن تكون أفضل من الثالثة. قبل ما نتكلم عن البصرة أكثر، خلينا نتكلم عن تيار الإصلاح. أنت اليوم رئيس الهيئة السياسية لتيار الإصلاح. قبل ما تحدث عن تيار رئيس الهيئة السياسية لتيار الإصلاح، لماذا اخترت أن تكون مع تيار الإصلاح منذ بداية عملك السياسي وحتى اليوم أنت مرشح مع هذا التيار؟ والله أنا لا أريد أن أقلل من شأن الكتل السياسية الأخرى، لكن وجدت في الإصلاح فعلا إصلاحا. لم أرى أي فساد في الإصلاح الوطني، وهذا حقيقة لي الشرف فيه أن أنتمي إلى كتلة سياسية خالية من الفساد. واليوم لدينا وزير خارجية اللي هو يمثل تيار الإصلاح الوطني، حاول أن يحصل إلى العراق أكثر من 17 مقعد أممي. هذا تاريخ العراق ما حصل على هكذا مواقع من عام 1921 أعتقد لحد الآن. لي الشرف أن يكون اللي يمثلني بتيار الإصلاح الوطني يوم من الأيام وقف بالجامعة العربية عندما أرادوا أن يضيفوا الحشد الشعبي إلى قائمة الإرهاب، وقال من يتهم الحشد الشعبي بالإرهاب هم الإرهابيون. كثير من الأمور، المبالغ اللي حصل عليها الدكتور والدبلوماسية العراقية من خلال زيارات المكوكي إلى العالم حصلها إلى العراق، غير نظرة العالم على أنه الحشد الشعبي يجب القضاء عليه. بدأت الدول تتعاون مع الحشد الشعبي وتنصره. كثير من هذه الأمور تجعلني أن أنشد إلى هذا التيار وأنتمي إلى حقيقة، باعتبار اليوم إحنا بحاجة إلى إنسان نزيه أن نعمل معه. مثل ما يعني قلت لك أنه أنا لا أريد أقلل من شأن الآخرين، لكن وجدت بالدكتور جعفري هذه الصفة، صفة الأمانة، ومارسها معانا حتى من عملنا في الدورة النيابية الثالثة. والله لن أسمع يوم من الأيام أن يطلب من عندنا أن نصوت على هذا القانون أو ذاك. بالعكس، إحنا لما طلبنا من عنده قلنا له إحنا نريد نأخذ رأيك بعض الأمور، قال اتركوني أنتم والعراق ومحافظاتكم، وتعرفون وتعلمون ماذا يخدمهم، وصوتوا باللي يخدمهم ولا تصوتون باللي ما يخدم محافظاتكم. لا تأثير على قراركم من قبل تيار الإصلاح متمثل بشخص الدكتور الجعفري، لا تأثير على القرار الذي تتخذونه داخل البرلمان أبدا، وأقسم بذات الله ولا يوم من الأيام ولا مرة من المرات سمعت هذا من الدكتور الجعفري. وعملك كرئيس اليوم للهيئة السياسية لتيار الإصلاح، أكملت ما بناه أخواني اللي سبقوني بالهيئة السياسية، وأكيد دائما العمل الأخير يكون واضح أكثر، ولكن الفضل يرجع للأساس، الإخوان اللي عملوا قبلي. وإن شاء الله طورنا جزء من الهيئة السياسية، وإذا الله سبحانه وتعالى وفقنا بالاستمرار وبقيت بالهيئة السياسية أكيد سوف يكون لنا برنامج آخر لتطوير الهيئة السياسية في تيار الإصلاح الوطني. أن تكون رئيسا للهيئة السياسية وتكون من أبناء محافظة البصرة ليس غريبا اليوم عن الأحزاب اللي معروفة كلها دائما رئيس الهيئة السياسية يكون متواجدا في بغداد أو من أبناء بغداد؟ والله ما لمسناه من الدكتور جعفري لن يفكر في هذه المسميات، يريد من هو الأصلح ومن هو الأحسن ومن هو يقدم أكثر. فهذه صفة تضيف إلى صفات الدكتور جعفري، تضاف حقيقة. قبل أن نتحدث عن البصرة وواقعها الخدمي الذي يسميه البعض بالمنكوب، محافظة تصدر الذهب للآخرين وأنت قلتها تأكل العاقول على مثلنا الشعبي، لكن خلينا نذهب إلى فاصل وبعد نجلس جلسة عشائرية لنتحدث عن العشائر وعن البصرة ونكمل حوارنا في برنامج نحو البرلمان. ابقوا معنا سيادة النائب، وأنتم أحبة المشاهدين ابقوا معنا لنتابع هذا الفاصل ثم نعود سريعا.
مجددا أرحب بكم أحبتي المشاهدين في حلقة برنامج نحو البرلمان التي يشرفنا ويسعدنا مرة أخرى أن نرحب فيها بالنائب والمرشح الحالي السيد توفيق موحي الكعبي. أهلا ومرحبا بك مجددا سيادتنا. حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم. الله خلي. تحدثنا عن مسيرتك وعن عملك السياسي وعن مختلف المجالات اللي دخلت بها. خلينا نحكي الآن عن نرجع للقوانين اللي أنت قررتها، ومنها قوانين الأراضي الزراعية، إفراز الأراضي الزراعية. إفراز الأراضي الزراعية والعشوائية اللي داخل ضمن التصميم الأساسي. لماذا لم يقر هذا القانون؟ هذا القانون حقيقة هو يعالج شريحة كبيرة من المحتاجين إلى هذا القانون، وهو قانون إفراز الأراضي الزراعية اللي داخل ضمن التصميم الأساسي واللي قطعت منها الحصة المائية قبل 15 سنة. هذا القانون حقيقة يخدم أولا المحافظات والأقضية والنواحي اللي تتوسع خارج إطار المنطقة اللي محصورة بأراضي زراعية، عندما تنتفي الحاجة من صفتها أنه زراعية باعتبار انقطعت منها الحصة المائية ودخلت ضمن التصميم الأساسي للمنطقة، تم تقسيمها بشكل منظم شوارع وخدمات ومناطق خضراء. هنا هذه الأراضي اقترحنا أن تملك الدولة، تأخذ حقها من هذه الشوارع والخدمات وغيرها، والمواطن تتغير صفة الأرض مالته، صفتها من زراعية إلى سكنية، وهنا يقدر يحصل على سلفة ويحصل على خدمات. لكن مع الأسف قسم من أخواننا اعترضوا عليه، رغم أنه أنا حد آخر جلسة في قبة البرلمان بعد إقرار الموازنة جمعت أكثر من 52 توقيع وقدمته للرئيس، ولكن مع الأسف كذلك اعترضوا وبقى ينتظر الدورة الرابعة. إن شاء الله إذا صعدتم مرة أخرى إن شاء الله للبرلمان راح تحاولون أن تقروه. أكيد إن شاء الله. وهو وقانون العشوائيات أيضا. العشوائيات كذلك ليست تمليك كل العشوائيات، ولكن إذا شخص ساكن في العشوائيات وهذه العشوائية اللي ساكن فيها أو المكان اللي ساكن به هو أصلا ملك البلدية، وصنف الأرض اللي ساكن بها هي سكن، ممكن أن يستأجرها لمدة 20 سنة، والمبالغ اللي يدفعها هذه بعد ما يصير تمليك تعتبر من ضمن مبلغ التمليك اللي أو الشراء اللي يشتري به الدار. أو مقترح آخر أنه إذا عنده استعداد أن يدفع المبلغ ويأخذ هذه الأرض يتملكها كملك صرف، وهذا القانون هم كمقترح لكن لم يتم التصويت عليها. لماذا أيضا كل القوانين اليوم تتعرقل ولا يتم التصويت عليها؟ هناك تفسير خاطئ. مثلا الأراضي الزراعية، إفراز الأراضي الزراعية، أكو قسم الناس مستفادين من هذه الأراضي الزراعية وما يردون يعطون حصة إلى الدولة لما تأخذ شوارع وكذا، وهذا القانون الآخر يفسروه على أنه راح يصير تجاوز على كل الأراضي. يعني بالحقيقة هم غير فاهمين إلى هذه القوانين، بينما هي قوانين تخدم المواطن حقيقة وتخدم الدولة وتعالج شريحة كبيرة من المواطنين اللي ما يملكون دور سكني. خلينا نرجع نحط الحال في البصرة، لكن من ضمن البصرة أنت الآن شيخ عشيرة. اليوم هناك الكثير من العادات والتقاليد اللي شوهت سمعة البعض من شيوخ العشائر، كيف تتعاملون معها وما هي وجهة نظر النظر الموجودة لديكم اتجاهها؟ العشيرة حتى في الإسلام وأنذر عشيرتك الأقربين. الله سبحانه وتعالى أوصى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة أن ينذر عشيرته، فالعشيرة هي سند للدولة إذا ما تم ممارسة عملها بشكل صحيح. ولكن مع الأسف اليوم القوانين العشائرية بدأت تستفحل على الدولة، ومن هذه العادات العشائرية مثلا إطلاق العيارات النارية وتأثيرها على الدولة وعلى المجتمع، ويا ما راحت ضحايا من أجل إنه الأخ فرحان في مناسبة ويطلق، أو حزنان في مناسبة، أو أكو لعبة لكرة القدم ويبدي بالطاق، وقسم منهم حتى لما يجي من الحج هم يرمون.
أنت جاي من بيت الله وترمي أيضا. نعم هذا جانب. الجانب الآخر كثير من حوادث الدهس اليوم سببت مشاكل كثيرة بسبب الفصول وغيرها. واليوم قانون العشائر بشكل عام عند ما تضعف أو يضعف القانون تستفحل العشائر، عند ما يقوى القانون تقل هذه. وكذلك سببها كذلك هي الدولة. اليوم لو كان هناك أكو تأمين، أعتقد كثير من المواطنين يجون للتأمين يأخذ حقه. أكو قانون يعاقب المعتدي اللي مثلا يقتل أو غيره بصرامة، اليوم موجود بإيران، اللي يقتل يعدم. فهاي الحالة توقفت، نتمنى أنه تطبق بالعراق. لكن البصرة سيادة النائب دائما لها خصوصية بالمشاكل العشائرية، هي الأكثر مشاكل العشائر. مجتمع البصرة مجتمع عشائري، وهاي الحقيقة الحالة هي اللي سببت أنه هاي الأمور تستفحل في محافظة البصرة. ونتمنى إن شاء الله خلال هذه الفترة إذ ما يكون قانون صارم وقوي أكيد راح يردع اللي يجاوزون على القانون. ونتمنى من العشيرة أن تكون السند والظهير للدولة عكس ما تكون هي حالة إزعاج للدولة. يعني ما ممكن تنظيم العملية العشائرية، هناك الكثير من شيوخنا الأجلاء المحترمون اللي دائما يحاولون أن يحافظون على هيبة المجتمع، على تماسك، ما ممكن ينظمه مثلا بوثيقة، بوثيقة الشرف، بوثيقة التضامن، بوثيقة. والله كل شيء ما يعني يجدي نفع، أي شيء ما يجدي نفع إذا ما كان هناك قانون صارم يعاقب المسيء. وهنا حقيقة الدولة تقدر أن تنهي هذا الموضوع، وإلا اليوم اللي عشيرته ضعيفة يكون ذليل أمام العشائر الكبيرة اللي يتجاوزون عليها ولربما يتنازل عن حقه. وفي هذا الديوان قبل ساعات حاولنا أنه نعالج مشكلة صار لها تقريبا 5 سنوات بين عشيرتين. فاليوم العشائرية أعتقد إذا ما كان قانون صارم لن تتوقف لا في البصرة ولا غير البصرة. إن شاء الله تتوفر القوانين اللازمة. لكن دعنا نتحدث عن حال محافظة البصرة، هذا الحال الذي يطلق عليه البعض من نكبة. محافظة تصدر معظم واردات العراق النفطية، تسهم في الميزانية بشكل كبير، وأبنائها لا زالوا يعانون من سوء الخدمات، من الإهمال، عطال، البطال، كثير من المشاكل. البصرة لن تصدر النفط فقط، وإنما صدرت الدم. اليوم كثير من الشهداء هم من أبناء البصرة. الانتفاضات بدأت من محافظة البصرة. البصرة اليوم تصدر أكثر من 3,900,000 برميل من النفط، وحقيقة لا يوجد هناك اهتمام بمحافظة البصرة. أبناء البصرة حقيقة اليوم بطالة كثيرة فيها، رغم أنه حقول النفط منتشرة، لكن مع الأسف اليوم أبناء البصرة بدون عمل وبطالة منتشرة. فهذا حقيقة يسبب حالة إزعاج للمواطن العراقي، وهذا واحد من الأمور اللي تنعكس على العشائرية. بسبب البطالة تصير مشاكل، كذلك الموانئ. قبل عمال القطع اللي موجودين في محافظة البصرة أكثرهم من غير محافظة البصرة، باعتبار ماكو يعني عمال يكفون أنه للعمل، كانوا يعملون في هاي المنطقة اللي أنت موجود بها يسمى ميناء المعقل. ميناء المعقل يبعد عن بيتي هذا اللي إحنا هسه موجودين به تقريبا 200-300 متر. هذه المنطقة كان يعني محطة القطار قريبة علينا، لما تتمشى بالشارع تشوف العمال، عمال قطع يتوسدون الشوارع ينتظرون السرة مالتهم، يشتغلون من محافظات الناصرية والعمارة وغير محافظات والسماوة وغيرها. فنتمنى أنه هاي العملية ترجع مرة ثانية، وأبناء البصرة ينعمون بهذا الخير، خير الموانئ وخير النفط وخير. طيب لم يبقى إلا دقائق معدودة جدا، ماذا توعدون الناخب البصري في حال ترشحكم وفوزكم إن شاء الله بدورة ثانية؟ نسأل الله أن يوفقنا نكمل المشاريع اللي طرحناها في البرلمان، ونقدم شيء آخر لمحافظتنا، محافظة البصرة، ونتمنى أن نقنع الآخرين أنه يعرفون قيمة البصرة.
أعتقد يعني كثير من النواب يعني كانوا متعاطفين مع البصرة، ولكن نريد نلمس هذا لمس اليد من أخواننا النواب من باقي المحافظات، باعتبار البصرة اليوم هي تمثل كل العراق، وأي خلل بالبصرة هو ينعكس سلبا على الوضع في اقتصاد العراق. النائب الحالي والمرشح الحالي السيد توفيق الكعب، شكرا جزيلا على وقتك. شكرا لكم، والله أنا أتشرف بمجيئكم إلى محافظة البصرة واهتمامكم محافظة البصرة. شكرا جزيلا لك. شكرا. وأنت والبصرة شرف لنا وتاج على رؤوسنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. حياكم. أحبة المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو البرلمان التي التقينا فيها بالسيد النائب توفيق الكعبي، والذي هو أيضا مرشح تيار الإصلاح ضمن تحالف النصر الذي يحمل الرقم 158، وتسلسل هذا النائب هو رقم 8. انتظرونا في حلقات أخرى ومرشحين آخرين عن تيار الإصلاح، ودمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.